شريت حلوى شتي حلوى رخيصة حلوى جديدة حلوى رخيصة يلا ماذا يوجد بيدك يا عثمان؟ إنها قطعة من حلوى لقد زعلت الجوع فاشتريتها. واشتريتها من بيع الموجود أمام المدرسة؟ نعم. وتتأكل رغم أنها غير نظيفة؟ لا يهم. كيف لا يهم؟ ستمرض. لا تخافي فجسمي قوي. أي بطني تؤلمني. أرأيت؟ لقد نبهتك. ماذا تفعل الآن؟ أرجوك لا تخون أمي. لا عليك، تعال نذهب عند ممرض المدرسة بشرط لا تعيدها مرة أخرى، فليس في كل مرة تسلم الجرح.